فإحنا بالنسبة، السلام عليكم أول مرة. يا ربي إن شاء الله هذه أيام مباركة، وإن شاء الله نشوفكم السنة الجاية كلكم مرحلة ثانية وتتحسن الظروف البلد والظروف الصحية والاجتماعية، يا ربي إن شاء الله. بالنسبة إحنا بالمختبر كليتنا اشتغلنا، حضرنا البكتيريال سمير، بعدها شفتوا طريقة السمبل ستين، طريقة فقط التصبيغ. انتوا ماخذيها جماعة المركزي، ما ملاحقين يشرحوا لهم اياه. احنا اليوم راح ناخذ فقط، لان انتوا اشتغلتوا السمبل بس ما شرحت لكم عليها، فاليوم راح نشرح السمبل ستين. بالنسبة عندنا إلى التصبيغ، طبعا مثل ما علمتكم، مثل كل محاضرة أو عملي، قبل ما تبدي أنت لازم تركز على شغلتين. قلنا ما هو الغرض، الأيمز أو البوربوس، وشنية المواد اللي تستخدمها، الماتيريالز المطلوبة. تمام؟ فاللي يريد على مود وياي بعض الأمور اللي راح تتكرر علينا، اللي هي ما هو الهدف أو الغرض من التصبيغ. احنا راح ناخذ أكثر من صبغة، فهذا السؤال راح يتكرر وياك. زين؟ وما هي، قلنا الماتيريالز، الستينينج اوف بكتيريا، حتى تصبغ البكتيريا هناك أكثر من صبغة تستعملها لتصبيغ البكتيريا، هناك أكثر من صبغة. أكثر الصبغات اللي تستخدم راح تكون عندنا السمبل والكمباوند. نعم، السمبل استين احنا اليوم راح نشرح هو فقط السمبل استين. السمبل استين راح تكون، ليش يسموها سمبل استين؟ why this stain is called or named simple stain؟ الجواب راح يكون عندك بالنقطة اللي هي موجودة ضمن نقطة واحد، because we used only one dye أو ستين. إحنا راح نستعمل، ليش يسموها بسيطة؟ أنتوا كلكم اشتغلتوها، استعملتوا لو الصبغة اللي لونها أزرق، لو الصبغة اللي لونها أحمر. تمام؟ لو بلو، لو ريد. فإحنا استعملنا فقط only one dye or only one stain، فقط استخدمنا صبغة واحدة. بالإضافة إلى هذه، إحنا صبغنا البكتيريا بخطوة واحدة فقط، only one step. تمام؟ لذلك هذه يسموها simple stain. اوكي؟ اذا اعيدها، ليش احنا يسموها هذه simple stain؟ لانه راح نستعمل only one dye وان only one or performed او تنجز in only one step. هاي واحدة. اثنين، why you use simple stain؟ انتو كلكم اخذتوا البكتيريا منين؟ من الوسط. قلنا اذا بالماكرو، ماكرو اسكوبك، بالعين المجردة، ما قدرت تنطي النتيجة النهائية للطبيب وقلت مثلا هذه بكتيريا القولون ايكولاي، لازم تنقل البكتيريا من الوسط الى السلايد، وسويتوا البكتيريا سمير، بعدها صبغتوا البكتيريا. ليش راح تصبغ البكتيريا؟ مثل ما كتبنا على الصبورة، to study or to know the shape and aggregation of bacteria. وبالتالي أنا اشرح أكون راح أقدر حتى نعرف الشكل مالتها والترتيب، عافية، والنتيجة النهائية أنا راح أقدر شنو أشخص البكتيريا، وبالتالي أنا راح أقدر أشخص المرض. ماشي؟ إذن هذه صار عندنا
سؤالين ثبتوها يمكم، وهي من الأسئلة المهمة جدا، وهي why this called simple stain and why you use or what are the aims or purpose. ليش أسميها simple وما هو الهدف؟ طيب دكتورة بس بلا زحمة سؤال. اي نعم. السؤال الأول يعني الجواب ما تعني تقول شنو السبب إنه نستخدم السمبل ستين، يعني السؤال ليش إحنا نسميها سمبل ستين؟ إحنا عندنا ثلاث أنواع رئيسية من الصبغات، طبعا كل شيء هواية هي عكو أنواع، إحنا راح نركز على السمبل كومباوند والنيجاتيف ستين. إحنا اليوم راح نشرح السمبل ستين، ليش هذه سموها سمبل، ليش هذه سموها كومباوند نيجاتيف. كل وحدة تسمية مالتها إجتي يا أما من عملها أو من طريقة الاستخدام مالتها، ماشي؟ فالسمبل ستين ليش سموها سمبل؟ لأنه أنتوا إذا تستخدمون فقط صبغة واحدة لصبغ البكتيريا، ماشي؟ يعني الجواب مالتها هاي نقطتين؟ الجواب مالتها راح يكون because we used only one dye in one step. تستعملون صبغة واحدة فقط بخطوة واحدة، هذا الجواب ليش يسموها simple، ماشي؟ أما ليش أنتوا دا تستخدمون هذه، الغرض ليش الغرض؟ لح تقولون لأنه النقطة الثانية اللي هي to know the morphology of cells shape and the aggregation. بالضبط، عافية. To study, to know، شلون ما تعبر عبر the shape and aggregation of bacteria and then we will diagnose the bacteria. بالتالي راح أقدر أشخص البكتيريا، ماشي؟ عندنا عدة سؤال. نعم نعم. يعني أي تعبير من يمنى تشخيص البكتيريا لمعرفة البكتيريا؟ أي بس تقولوا لي السبب الرئيسي، أنت تريد شنو؟ أنت تريد تعرف أهم شيء شكل البكتيريا تحت الميكروسكوب، هل هو عصوي كروي إلى آخره. هاي إن شاء الله راح نعطيكم إياها بعد محاضرة، ماشي؟ إن شاء الله. راح نأخذ أمثلة على السمبل ستين. أنتوا بالمختبر الصبغة اللي استعملتوها كانت هي محطوطة يمكم صبغتين اللي هي الميثيلين بلو والكريستال فيوليت. إذن for example الأمثلة على السمبل ستين إذا كانت زرقاء فموجودة إن شاء الله في مختبراتكم وراح تشتروها، راح تكون هي ثلاث أو صبغتين رئيسية اللي هي ميثيلين بلو. الميثيلين بلو من اسمها بلو، الترجمة لها أزرق المثيل، يسموها ميثيلين بلو ولونها يكون أزرق، فهو أزرق المثيل. لح تصبغ لك البكتيريا من اسمها بلو، إذن يا لون لح تأخذ الصبغة لح تأخذ اللون الأزرق. أزرق. عافية. المثيل فيوليت، الفيوليت احنا عندنا هذا الورد البنفسجي يسمونه ورد الفيوليت، يعني هذه اللون مالتها هو ازرق او بنفسجي مزرق، اوكي. النوع الاخر هو الكريستال فيوليت. الكريستال فيوليت، الكريستال احنا نقول كريستال، مو تمام؟ الكريستال يعني البلوره، فالكريستال فيوليت هي البلورات البنفسجيه المزرقه، فمن تريد تستعملها وتصبغ البكتيريا لح تنصبغ بلون أزرق يميل إلى اللون البنفسجي. إذن بالنسبة عندنا الأمثلة على السمبل ستين، أقول لك أنطيني مثال على صبغة زرقاء بسيطة أو صبغة زرقاء تصبغ البكتيريا باللون الأزرق، أوكي؟ سمبل ستين لونها أزرق، هذه من الأسئلة أيضا اللي تتكرر. لح تقول لي لو مثيلين بلو أو الكريستال فيوليت. طبعا المثيل فيوليت قليل استخدامه، أكثر شيء نستعمل مثيلين بلو والكريستال فيوليت، أوكي؟ طيب إذا
عندي أنا أريد أصبغ البكتيريا باللون الأحمر، وخلصت أنت صبغة الزرقاء. هنا مو إشكال أنت تصبغها باللون الأحمر أو اللون الأزرق، المهم أنت اللي بكل البكتيريا اللي موجودة عندك راح تأخذ لون واحد. أنت تريد تفحص شكلها، هل هي كروية عصوية، هل هي متجمعة بشكل سبحة لو بشكل عنقود، فما يهم أنت يا لون متوفر عندك بالمختبر، أوكي ما يهم. فلو تصبغها باللون الأزرق أو باللون الأحمر، إذا أنت خلصت الصبغة الزرقاء شكو عندك بالمختبر صبغة حمراء، أصبغها، أصبغ البكتيريا. مثل إيش يا صبغة؟ عندنا النيوترال ريد، نيوترال ريد هي الأحمر المتعادل، أحمر المتعادل. وعندنا السفرانين، السفرانين هنا أنا الرئيس كان زميلكم سألني على السبيل، بس حطيت لك الأي بعد الاف. السفرانين هذا السبيل مالتها، أوكي، راح يكون تصبغ لك البكتيريا باللون الأحمر. وعندنا الصبغة الأخرى هي الكربول فوكسين. إذا عندي ثلاث صبغات زرقاء وثلاث صبغات حمراء، أحفظ اثنين من كل واحدة، اثنين حمراء اثنين زرقاء، أو واحدة زرقاء واحدة حمراء، لا يفضل اثنين اثنين. أنت هذا راح تتكرر عليك إن شاء الله. وأكثر شيء تشتري في مختبرك مثلين بلو كريستال فايوليت، وبالنسبة للأحمر راح تشتري في مختبرك سفرانين والكربول فوكسين، لأنه شوية اللون مالتها أحمر طوخ. طيب إذا هسه أنا عندي طريقة العمل، طريقة العمل كلكم اشتغلتوها. هسه عرفنا الهدف، وعرفنا ليش يسموها سمبل، وأخذنا أمثلة عليها، لو زرقة لو الحمراء. أجي هنا، ما هي الماتيريالز اللي استخدمتها؟ ما هي المتطلبات اللي أو الماتيريالز اللي استخدمتها في السمبل ستين؟ شنو اللي أنتوا سويتوا؟ أنتوا كنتوا محضرين بكتيريا السمير، أو أنتوا حضرتوا البكتيريا السمير، فاللي استخدمتوا كان هو لوب سلايد سورس أوف هيت، يعني تقدر تكتب بنزين بيرنر، أوكي، والبكتيريا الجروث نمو بكتيري، أو تقدر تقول كلتشر ميديا وذ بكتيريا. شون تعبر؟ عبر. وتقدر تختصر، تقدر تختصر هذه الأربع نقاط، اللوب سلايد بنزين بيرنر والبكتيريا، تقدر تختصرها بثلاث كلمات اللي هي بكتيريال دراي سمير، بكتيريال دراي سمير، تحضير، انت حضرت مسحة بكتيرية جافة. اذا هسه انا شنو عندي المتطلبات؟ عندي مسحة بكتيرية جافة، أريد أشوف البكتيريا اللي أخذتها من الطبق. نعم بلا زحمة، أسف عن القطع، بس أنا قطعي من النت، وبس أسأل على الكمبوند ستين الشرح مالتها نفصل ولا لا؟ هاي بعدين أنطيكم إياها مختبر كامل على المحاضرة إن شاء الله الجاية. فاني يعني أشرح لكم بس السمبل، يعني شوية شوية حتى لا تتداخل عليكم المعلومات، تصير أسهل تستوعبوها أكثر. ماشي، هسا نعيدها. بالنسبة إلى المتطلبات، أنت تريد تصبغ بالسمبل ستين، هذه الثلاث أو أربع نقاط استبدلوها، ممكن تستبدلها بثلاث كلمات اللي هي بكتيريال دراي سمير. زين، المسحة البكتيرية وين راح تأخذها؟ رح أشرح لك بعدين، أشوفك مقطع فيديو بسيط اللي هو نفس شغلكم اللي أنتوا اشتغلتوا، رح أعطيكم الرابط إن شاء الله. إذا صار عندي بكتيريال دراي سمير، هاي البكتيريال دراي سمير وين خليتوها؟ رح تخلوها على ستينينج راك، ستينينج راك اللي هو حامل التصبيغ. وش استعملتوا بعد؟ استعملتوا فلتر بيبر ودستل ووتر.
خلينا لكم اياه بالواشنج باتل. اذا ما عندك ديستل ووتر بالمختبر ممكن تستعين بمي الحنفيه تاب ووتر. اوكي، طريقه العمل راح تكون هي كالتالي. طريقة العمل عادة أنا أجيبها لجماعة النظري، بس يعني مشيتها هالسنة ما رح أركز عليها. ركزوا على الهدف والأدوات. طريقة العمل جرام ستين اللي هي الكومباوند ستين هذه مطلوبة لأنها مهمة جدا، بس هذه شيء أنا رح أطلبها من عندكم إن شاء الله. طريقة العمل أنه أنت حضرت البكتيريال اسمير، جففت بالهواء، وبعدها مررت 3 مرات على البنزين بيرنر حتى to kill and fix, to kill the bacteria and fix the bacteria on the slide. اوكي، بعدها جبتوا السلايد خليتوه وين؟ على الستيننج الرك. خليتوه على الستيننج الرك. اشوفكم ال خلي اسوي لكم بريزنت للفيديو حتى تكون سهلة عليكم. اوكي، بس لحظات اطلع لكم ال اسوي لكم شير. صار واضح عندكم هسه الصورة؟ واضحة عندكم الصورة؟ نعم واضحة. يلا هسه نبلش. تمام، هسه احنا سوينا اخذنا هذا طبعا تسجيل مال عام، انا سجلت اياه للطلاب وان شاء الله راح ادز لكم اياه. اخذنا البكتيريا من اللي هي طبعا هاي بكتيريا ناميه على بلاد اجار. وين حولناها؟ حولناها سوينا البكتيريال اسمير. اوكي، نفس طريقه العمل اللي انتم سويتوها، سويتوا السيركل. تمام، بعدها راح تاخذون تقلبون السلايد وتسوون البكتيريال اسمير اللي هو اخذته. بما انه احنا استعملنا من الطبق الصلب، اذا راح اخلي 1 دروب اوف ووتر وين؟ في مركز سنتر للسلايد. بعدها عقمتوا اللوب، قلنا اللي يصير احمر يلا، لهذا يسموها ريد هيت. أبرد في مكان ما بي بكتيريا أو أنتظر شوية يبرد بالهواء وأسوي تاتش فقط للبكتيريا isolated colony. بعدها نسوي له ميكسينج مع الدستل ووتر، نتركها تجف بالهواء dry in the air. أوكي، و دكتورة أنت مستخدم تاب ووتر؟ اي تاب ووتر او ماء الحنفيه. اي اذا ما متوفر الدستل ووتر قلنا نستخدم الماء الحنفيه، زين بس يكون نظيف مو مال هذا. اوكي، بعدها سوينا مررنا يا اما بهذه الطريقه او مثل ما احنا سويناها نمره بالنص يعني بالنار 3 مرات to kill the bacteria and fix the bacteria on the slide. يا اما راح تستعمل الصبغه الحمراء او تستعمل وحده من الصبغه الزرقاء. هنا استعمل الكاربول فوكسين اللي هي صبغه حمراء، او ممكن تستعمل السفرانين. اوكي، انتظر دقيقه الى دقيقتين يميل السلايد مثل ما سويناها. وسوى شنو عندنا يعني نزل بقية الماء ويجففها. شلون تركناها احنا بصورة مائلة؟ ويلا نروح نفحصها تحت الميكروسكوب. طريقة الغسل هنا نعيدها عليك. طبعا يفضل انه طريقة الغسل ما تذب الماء عليها مباشرة. ليش؟ لان انت من تركت الصبغة على السلايد شوية ترطبت المسحة. اوكي، فيفضل انه فقط، شوف هذا الفرق بين، يفضل فقط تذب المي وين؟ على المنطقه البعيده عن المسحه البكتيريه حتى لا المي يجرف المسحه.
وإذا أنت ما عندك الواشنج باتل مثل اللي استعملناه بالمختبر، شلون راح تستعمل؟ تفتح الماء الحنفية كلش المي يكون رفيع، زين مو قوي، إذا قوي راح تنجرف ويا المي المسحة البكتيرية. ليش؟ أنت صح مثبتها بالنار، مررها 3 مرات وثبتتها البكتيريا، بعد هذه بما أنه أنت ضفت الصبغة لح شوية تترطب، لكن ما تنزح من عدها المسحة البكتيرية. شو وقت تنزح؟ إذا كانت عندك أنت عملية الغسل مالتك قوية، فتحت عليها مي جاري قوي، وهاي شوية ترطبت، فرح تشوف نص تنزاح ونص تبقى على السلايد. بعدها قلنا نتركها بشكل مائل على الفلتر بيبر إلى أن يجف بالهواء، يلا تروح تفحص باستخدام، تطلع الصورة على اللو باور 10، بعدين على الهاي باور 40، ثم تخلي قطرة الزيت وتفحص على الأويل إميرجن حتى تشوف البكتيريا اللي أنت تريد تفحصها، هل هي عصوية كروية إلى آخره، وتنطي النتيجة فيما بعد للطبيب. هذه الصورة تميز لك بين البكتيريا السمير قبل التصبيغ والبكتيريا السمير بعد التصبيغ. إذا أنت صابغ بالصبغة الحمراء رح يطلع لونها أحمر، وإذا أنت صابغ بالصبغة الزرقاء رح تشوف المسحة البكتيرية كلها باللون الأزرق. أوكي؟ هسه أسأل سؤال، أنت أخذت هذه المسحة اللي لونها أحمر، أنت استعملت فقط صبغة واحدة، تمام؟ اللي هي لونها أحمر، البكتيريا كلها إذا كانت عصوية باسيلاي أو كروية كوكساي أو عندك أي ترتيب تترتب، يا لون لح تأخذ أزرق لو أحمر، شي بديهي؟ احنا استعملنا فقط لون الاحمر، لون الاحمر. لما تيجي تفحصها تحت الميكروسكوب، اذا البكتيريا مالتك كلها يا لون تاخذ؟ حسب لون الصبغة. عفية، حسب لون الصبغة اللي انت استخدمتها. اذا استعملت زرقاء فكل البكتيريا بالضبط، كل البكتيريا راح تطلع باللون الأزرق، وإذا أنت استعملت لون الأحمر كل البكتيريا راح تطلع باللون الأحمر. وهذه إن شاء الله إذا أحمر تطلع حمراء، وإذا زرقاء استعملت صبغة زرقاء شيء اعتيادي، أنت راح تطلع عندك كل البكتيريا باللون الأزرق، أحمر أحمر أزرق أزرق. عندنا هنا الشيء بس كمعلومة لك، هذا شيء نهائي حتى نقبط نخلص المحاضرة إن شاء الله. كمعلومة لك، الصبغات اللي هسه ذكرناها سواء أكانت زرقاء أو حمراء، بلو أو ريد، اللي هي الكريستال فايوليت السفرانين إلى آخره، هذه الصبغات تحمل الشحنة موجبة، تحمل شحنة موجبة. البكتيريا عادة شحنة البكتيريا السيرفس السطح مالتها تحمل الشحنة السالبة. ليش؟ لأنه مكونات الجدار بيها ليبيدز، بيها مجموعة فوسفات، الليبيد اللي هي الدهون ومجموعة الفوسفات PO4 وغيرها تحمل الشحنة السالبة، لذلك البكتيريا شحنتها سالبة. شيء اعتيادي انت او انت من راح تضيف اي شيء موجب للبكتيريا بالضبط الى البكتيريا اللي هي شحنتها سالبة، راح يصير تجاذب attraction ما بين الموجب والسالب. من ضفتوا
الصبغة بخطوة واحدة، سواء كانت الصبغة زرقاء أو حمراء، هي شحنتها موجبة. إذا ضفت الحمراء موجب لح تروح على البكتيريا اللي هي السالب فترتبط وياها، والارتباط يكون كبير، موجب ويا سالب. شنو اللي يزيل هذه الصبغة؟ ممكن إزالتها من البكتيريا يا أما ضيفون حامض أو ضيفون كحول أو ضيفون أسيتون، أوكي؟ لكن إحنا بالسمبلستين عندنا مرحلة وخطوة واحدة مثل ما قلنا، وهي إضافة فقط مادة واحدة، صبغة واحدة، لو حمراء لو زرقاء. فإذا أنت ضفت الزرقاء لح تحتفظ بكتيريا فقط باللون الأزرق، وإذا ضفت أنت صبغة الحمراء لح تحتفظ فقط البكتيريا باللون الأحمر. صار واضح شباب؟ هذه كمعلومة عامة لك، احنا نشرحها لطلابنا حتى يعرف الميكانيكية ليش هذه انصبغت، اوكي؟ ليش منزاحت؟ شو وقت تنزاح؟ ان شاء الله المحاضرة القادمة شوية اطول وياكم، لان هي المحاضرة يعني هي طريقة العمل مالتها بسيطة، ما تطول 10 دقائق، لكن بيها ميكانيكية يعني لازم اشرح لك. الجماعات بالكلية ثق، مع احترامي لكل الأساتذة، مع احترامي لكل احنا يعني نركز بمادة التقنيات. أنا ما أعلمك بس أكمش هيك اللوب، ضيف هذا، أنت صح راح تتخرج بصفة تكنيشن فني، ضيف قطرة على قطرة تطلع لك هذه النتيجة، انطيها للطبيب. أنت لازم تعرف ليش يطلع هذا عندك موجب، ليش يطلع عندك هذا سالب، ليش هاي انصبغت أحمر، ليش هاي انصبغت أزرق، وهكذا. إحنا هاي نعلمها لطلابنا، وهذه أنا ما دخلك إياها بالامتحان، هذه كمعلومة إلك، ومن تتخرج تستفاد من عدها إن شاء الله بدراستك مستقبلا. إن شاء الله نكون ما ثقلت عليكم، وأنا ممنونة جدا لكم. شكرا جزيلا. الله يرضى عنكم يا رب. دكتورة لو سمحتي، أكو طلاب. نعم دكتورة، أكو طلاب دا يسألون شو التعليقات، يا رب تشوفي التعليقات تجاوبينهم. ماشي هسه نشوفهم. لا شباب، طريقة العمل أنا قلت لكم، بس اللي أقول لكم عليها حفظ حفظ، ماشي؟ إحنا لحد الآن ما عندي طريقة عمل حفظ. المختبر أو المحاضرة الجاية راح أنطيكم الجرامستين، هذه لازم تحفظها، لأنه وياك للتقاعد، هذه الصبغة وياك للتقاعد، أوكي؟ شنو بعد؟ دكتور أكو رابط حضور؟ لا، هذه يعني أنا ممكن أسوي لكم رابط حضور، بس هذا بس إلي أنا، ما أنطيها لل بس هذا السؤال. شباب سجلت لكم المحاضرة، أوكي؟ سجلت لكم ياها المحاضرة. أكو شغلة طلاب، أنا استحصلت لكم موافقة، بس بقت الموافقة، صوتي مو واضح. الحضور إن شاء الله هسه نزل لكم حضور، وبالنسبة للطلاب اللي عندهم امتحان هسه رح أنزل لهم الرابط الامتحان اللي هم 4 طلاب. الطلاب طبعا هنا عندنا شوية اليوم الكهرباء مو تمام، فقاعدة جوا البنكة، لهذا يجوز صوت البنكة يصير شوية على المايك. شباب استحصلت لكم موافقة مبدئية من القسم، بقت الموافقة الرسمية. احنا عدنا مثل ما وعدتكم، اني قلت لكم اعلمكم سحب الدم من الوريد، من الاصبع الفينجر، من الاذن، وانطيكم فد 3 اختبارات او 4 اختبارات رئيسية بالمختبر. يعني انت ان شاء الله ما راح تفتح مختبر راح تتذكرني بيها، اوكي؟ راح تاخذوها صف ثاني بس ما يركزوا لكم عليها لانه احنا شارحين لكم اياها. هذه بما انه انتم صار الكتروني، صدق وثق قد ما اشرح لك اياها مو مثل ما انت تشتغلها بيدك،
اوكي، فطلبت من القسم انه يسوي دوره مجانيه، يوم للمركزي ويومين للاستضافه، لان عددكم هوايه فاقسمكم على وجبتين. هذا تبرع مني لكم، يعني صح، يعني دوام ماكو الكتروني، بس راح يكون عندكم تباعد اجتماعي، لهذا انا اريدكم على وجبتين. وجبه مثلا انتم سووا، شوفوا شلون احنا والقسم وبالاتفاق وياكم، على العطله، يا عطله على العطله النهايه مال الصيفيه، يعني كيفكم، انا قلت اسوي لكم اياها هسه حتى تستوعبوها. اتفقوا طلاب، كيفكم تريدون الدورة بالعطلة تصير؟ ماشي، بس لا دكتورة يا ريت خلال هاي الفترة. هو أنا ليش أنا ردتها هسة؟ لأنه تستوعبوها بعد، يظل ببالك بعد، ما تنساها بالامتحان، وتشوف الأدوات بكيفكم. هو ورا العيد مو هسة طبعا، لا لا اوكي. تريدون بالعطله كيفكم. تريدون هسه، يعني مو هسه، يعني قصدي بعد العيد، بعد ما يفتح الحظر، بعد ما شويه تستقر الحالات تقل، العيد اتفقوا على راي شباب. والى ان اني اخذ لكم الموافقه النهائيه، يجوز العماده ما تقبل، فانا اخذ لكم الموافقه ان شاء الله.